السلام عليكم. وعد الشيطان اللعين الله عز وجل أنه سيحاول إغواء عباده في كل مكان إلى يوم القيامة، ولا أحد أشد على الشيطان من الأنبياء والأولياء. ولذلك فحتى النبي عليه الصلاة والسلام قد تعرض له الشيطان أكثر من مرة وحاول إيذاءه وحرقه. في هذا المقطع سنحدثكم عن محاولة الشيطان لحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، وماذا فعل النبي معه عندها، فتابعوا معنا. ولكن قبل البدء بالمقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة. إن الأنبياء والرسل معصومون عن الخطأ والكبائر، ولكنهم ليسوا معصومين عن وسوسة الشيطان، وهم أكثر من يكره الشيطان، ولذلك فإنه قد كان يحاول إغواءهم وإيذاءهم بشتى الطرق. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم من تلك المحاولات اللعينة، ففي أحد المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي بالصحابة، فلم يرى إلا الشيطان آتيا بشعلة ملتهبة يريد ضربه بها وأحرق وجهه الطاهر. عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، أي أنه هرب قبل أن يتم النبي لعنه ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، أي أراد تقييده وحبسه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يتعرض فيها الشياطين للنبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، أي خنقته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وفي ليلة من الليالي المظلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير وحيدا، وأن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. وملخص القول أن الشيطان موجود في كل زمان ويتعرض لبني آدم جميعهم، خيرهم وشرهم، صالحهم وخبيثهم، وذلك لكي يميز الله المؤمن من المنافق والطيب من الخبيث. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن كان مؤمنا حقا أخذ الشيطان اللعين ورده خائبا، وأما المنافق فيقع بسهولة في شباك الشيطان، وذلك هو الخسران المبين. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.